السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ مصطفى، في الحديث الشريف ان عرش الرحمن اهتز لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه وارضاه. انا لا افهم عن هذا الحديث، فلو تتكرم علي. على ظاهره كان بعض الانصار من قبيلة الخزرج يغمز في الحديث ويقول انما اهتز السرير للتنافس الذي كان بين الاوس والخزرج في الفضائل. فقال احد الخزرجيين احد الخزرجيين بل اهتز عرش الرحمن. نعم، على ظاهره. هل على ظاهره يا شيخ لا يمثل انتقاص من قيمه العرش؟ او والله يا اخي احنا مشكلتنا في هل الرسول قال او لم يقل؟ اذا الرسول قال قال خلاص، سمع وطاع لرسول الله، سمع وطاع، ولكن نريد ان نفهم معناه. اذا جدلنا حلمنا الباطل ردنا عليه. انا قلت كما قال رسول الله وسلامتك. السلام عليكم.